السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة مع شاهد جديد على الثورة. شاهدنا على الثورة التونسية هو الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، المحامي، حول الأحداث التي وقعت في العاصمة تونس. أستاذ عبد الرؤوف، مرحبا بك. لك تاريخ نضالي طويل من السبعينيات، سجنت عدة سنوات في عهد بورقيبة، وبقيت مناضل سياسي ومحاميا مدافعا عن المناضلين السياسيين لفترة طويلة. ما هي الأجواء التي سبقت حادث قيام البوعزيزي بحرق نفسه في 17 ديسمبر، والتي كانت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة التونسية؟ الأحداث التي يمكن الإشارة إليها هي يعني أحداث الحوض المنجمي، ثم تلتها إبريل 2008. 2008 نعم، ثم أحداث شبيهة في بنقردان وكذلك في الصخيرة وفي غيرها من المناطق، هي كانت تؤشر على وجود أزمة اجتماعية كبيرة في تونس عميقة، والذي تحرك هو الهامش يعني داخل البلاد، المدن المهمشة تقصد. نعم، في الخارج يعني. نعم، ما يسمى بمدن الوسط والغرب والجنوب. بالضبط، هذه المنطقة المنسية يعني في خلال نظام بورقيبة أو نظام بن علي. ما الذي جعل هذه المنطقة مهمشة ومنسية؟ هل هناك تعمد لأن يكون قلب تونس وغربها وجنوبها مهمشا لصالح مدن ما يسمى بمدن الساحل فقط؟ والله هذه ليها أسباب تاريخية، لأن نحن عشنا الاستعمار طول الشريط الساحلي، لأن الساحل مفتوح على التصدير، وكان الغرض الاستعمار هو أنه يعني يستغل الخيرات المنجمية ويعني تصديرها، خاصة الخامات يعني من فوسفات وغيره. وهذا تواصل يعني بعد ما يسمى بالاستقلال في تونس، تواصل لأن الاستثمار في الداخل يتطلب تضحية ولا يمكن أن تقوم به إلا الدولة، لأن الخواص من ناحية التجهيزات الأساسية يعني طرقات، سكة حديدية، غير متوفر يعني. أنا حينما ذهبت إلى هذه المناطق وجدتها مناطق حضارات قديمة. نعم، يعني الرومان، حتى القيروان، يعني حينما كانت تبنى الحضارات في تونس من قديم كانت تكون في هذه المناطق التي همشت. نعم، بعد ذلك، وهي مناطق غنية أيضا سواء بالزراعة أو بالمناجم أو بغيرها من الأشياء الأخرى. نعم، يعني في الحقيقة هو يعني خيارات سياسية، يعني المضاربات في العقارات وكذلك تطوير السياحة وقع اعتماد خاصة تنشيط الشريط الساحلي على حساب الداخل. أنت يعني كنت محامي للسياسيين بالدرجة الأولى، يعني تقريبا معظم السنوات الطويلة التي حكمت فيها حركة النهضة وغيرها كنت تتولى قضاياها، كنت شبه محاصر من النظام بسبب عدائك ما يسمى بالنظام. كيف كانت يعني الحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة النفسية التي دفعت الناس إلى أن يحرق شخص نفسه فيخرجوا في ثورة عارمة على الحاكم؟ أنا نحب نلاحظ أن في تونس لم تكن هناك حياة سياسية. تونس هي في الحقيقة كانت إدارة ورثناها من الاستعمار، تحمل عقيدة الاستعمار في الهيمنة على المواطن وقهره وتخويفه حتى يعيش في ظل الخوف ويذعن للسلطة. مكان زائدا مكان موجودا هو في الحقيقة يعني ديكور حداثي فيه حزب السلطة، وهناك يعني بعض أحزاب القصر التي تدور في فلك هذا الحزب، وهي مرتبطة ارتباط شديد بالإدارة، وهذا ما كان لدينا. والإدارة هذه إدارة قمعية، معناها تمارس القمع دون هوادة ودون انقطاع. نحن كنا ننتظر الهدنة، كنا ننادي بهدنة مع النظام، يعني مع النظام، لأن القمع متواصل طيلة حياته، يعني نهاية النظام كانت نهاية القمع. إيه أشكال القمع هذه؟ القمع هي حرب بوليسية. إيه أشكالها؟ شديدة، يعني التعذيب، المداهمات، يعني تبدأ حتى من ما يسمى احنا هنا الرافل اللي هي مراقبة يومية للمواطن، يعني يقع حملات تثبت في الهوية وإيقافات، يعني هناك سوء ظن، يعني سميته نظام الظنين، التونسي هو ظنين ومشبوه فيه، هو يجب أن يثبت براءته،
ليس لدينا يعني لا نعمل بقرينة البراءة. هذا تعملون بقرينة التهمة؟ تهمة طبعا، هو متهم، كل مواطن متهم، متهم حتى يثبت أنه بريء. نعم، هذه المنظومة قائمة، هذه فلسفة النظام، لأن النظام لا يستمد شرعيته من المواطن، هذه أنظمة مزروعة من الخارج، وبالتالي هي ترى في المواطن الخطر، هي لا تستند إلى شرعية إرادة المواطن، إرادة الناخب، هذه أنظمة مزروعة من الخارج وبإرادة الخارج. أحداث الحوض المنجمي، الأحداث الأخرى التي حدثت في عدة مناطق أخرى، نعم، لم تصل إلى مرحلة الثورة، نعم، وظل بن علي 23 عاما يقمع في الناس، وقبله بورقيبة منذ العام 56، نعم، يعني 30 عاما أيضا، نعم، من القمع في الناس. كيف وصل الناس بعد 53 عاما من القمع إلى أن ينتفضوا، إلى أن يثوروا، إلى أن يتحركوا، هذه الحركة التي أدت إلى سقوط النظام بهذا الشكل الذي شاهده العالم كله؟ لأن النظام هو يعني قضاء على القيم، لم يكن هناك بناء معنوي، هذه السلطة أصبحت منحصرة أو مختصرة في مجموعة من الأجهزة المادية، يعني كانت موجودة فرق، يعني فرق أمنية من جميع الأنواع، موجود يعني سلاح، موجود ذخيرة، لكن لم تكن هناك رابط معنوي ينجم يربط ما بين الأجهزة، ما يسمى بأجهزة الإدارة أو الدولة بالضبط. كان من مصلحة بن علي أن تكون الأجهزة مفككة وغير متضامنة؟ لا، هي نفس النظام ليس له خطاب يمكن أن يحقق هذه الوحدة. لذلك احنا شاهدنا في اواخر نظام بن علي ظهور ما يسمى بإذاعة الزيتونة اللي تحمل خطاب ديني يعني معتدل، هذا اللي زوج بنته كان اسسها. نعم، نعم، لان الرابط بين ما يسمى بالحزب الحاكم كان رابط اداري ولم يكن رابط فكري يعني ايديولوجي عقائدي، العقيده هو دمرها. انت يعني كاحد المحامين يعني المسيسين المغضوب عليهم من النظام الذين كانوا يتحركون ضد النظام، بعد البوعزيز ما حرق نفسه في 17 ديسمبر أخذت المدن الوسط والجنوب تشتعل، قصرين، سيدي بوزيد، تالا وغيرها، ولكن الشرارة لم تصل إلى العاصمة تونس حتى يوم 28 ديسمبر حينما اجتمعتم أنتم المحامين وذهبتم في المظاهرة الأولى التي كانت ضد النظام وهزت بن علي ودفعته إلى أن يلقي خطابه الأول ربما مساء هذا اليوم. نعم. إيه السبب اللي تأخرت في تونس في الحركة؟ لأن في الحقيقة زمن بورقيبة كان انتفاضات مدن، وبن علي جاء ليعالج انتفاضات المدن. كيف عالجها؟ عالجها ب 26 يناير 78 أوتي بن علي ليصفي الحركة النقابية التي كانت منتفضة لنظمة انتفاضة المدن. آنذاك كان الداخل أو المناطق التخوم يعني كان وزير داخلية في الوقت ده، لا كان مدير أمن، مدير أمن، أي، وتسبب في مقتل تقريبا 500 تونسي، لحد الآن ما عندناش إحصائيات دقيقة يعني. هذه التي لم يحاسب عليها بن علي إلى الآن، وهذه أعلنت نهاية بورقيبة، لأن بورقيبة حزبه قام مع 9 أبريل 38 اللي شهد مظاهرة قادها الحزب الحر الدستوري التونسي آنذاك، ووقعت فيها تصفية يعني مذبحة من الفرنسيين، من الفرنسيين. بورقيبة ارتكب نفس المذبحة لكن أشنع سنة 78، وبها انتهت شرعيته. أنا أعتبر السنوات اللي بقى بعدها بورقيبة كانت يعني سنوات يعني مقدمة ل هذا الملف، ملف 78 اللي بن علي قتل فيه 500 شخص، نعم، لما كان مدير أمنه وفتح النار على الناس، نعم، وأنا أثرتها عدة مرات في شاهد على العصر أيضا، نعم، حتى ينتبه إليه التوانسة. أما أنا لهذا الملف أن يفتح أيضا منكم أنتم المحامين أو من أصحاب الحق المدني حتى يعني يعرف الشعب التونسي حجم هذه الجريمة الكبرى؟ أهنا طبعا اليوم مطروح على الحكومة الجديدة أن تفتح هذه الملفات، لأن الحكومات السالفة لم تكن حكومات هذا الشعب. أنت في 25 ديسمبر نشرت مقال،
تحدثت فيه عن حادث أبو عزيزي. المقال نشر على النت طبعاً. طبعا، لأن أنت ممنوع أنك تنشر، ممنوع طبعا حتى تأخذ قضايا. كانوا يرهبوا الناس أن يأتوا إليك ليوكلوك في قضاياهم، فكنت تعيش على التطوع في القضايا السياسية. نشرت مقال يوم 25 وقلت أن حادث أبو عزيزي يمكن أن يكون بداية لنهاية نظام بن علي. طبعا، لأن بن علي لما هو كما قلت خبير في قمع انتفاضات المدن وأوتي به لهذا السبب. الآن يعني تقريبا المناطق اللي كان هو يأخذ منها العسكر وكذلك البوليس هي تلك المناطق المحرومة، فالآن سيستعمل ذلك العسكر وذلك البوليس ضد الأهل، يعني أهلهم، وهذا مع امتداد الشرارة اللي كان غير مستثنى، يعني كان متوقع كما توقعته أنه دخول الانتفاضة إلى الأحياء الشعبية في تونس، لأن هؤلاء أكثرهم نازحون من تلك المناطق. نعم. إذن هذا هو السبب الذي جعل المناطق المحيطة بتونس أو أحياء تونس كانت تثور، لأن معظم أهلها ينتموا إلى مدن الوسط. طبعا وهناك تواصل بينهم. يوم 28 كيف أعددتم لمظاهرة المحامين الأولى يوم 28؟ يوم 28 احنا قررنا مجموعة من المناضلين، يعني لنا نشاط حقوقي وكذلك يعني نشاط سياسي سري، يعني قررنا أن ننظم يعني تظاهرة تجمع للمحامين للتعبير عن تضامن المحامين مع الحركة التي كانت. هذا كان غير معهود أن تعملوا مظاهرة كمحامين لوضع داخلي؟ طبعا المحامين هذا كان معهود، لأن المحامين كانوا ديما في مقدمة الحركات الاحتجاجية، لكن كحركة احتجاجية على وضع داخلي؟ على وضع داخلي طبعا. ماذا كيف رتبتم؟ أنتم كنتوا تقريبا فوق الـ200، من 200 لـ300 محامي كما ذكرت الأنباء. اجتمعتم أمام المحكمة الابتدائية؟ أمام الابتدائية احنا يعني تنادينا، ثم يعني وضعنا كرسي في الطريق، قطعنا الطريق يعني للحركة، شلينا الحركة. نعم. ثم أخذنا الكلمة وتوجهنا إلى عموم المحامين وحرضنا المحامين على الانضمام إلى هذه الحركة والدفاع على هذا الشعب، باعتبارهم أنهم نخبة ومسؤوليتهم تاريخية، ولابد أن ينددوا بكل ما طال الشعب من قمع. وتحدثت على ما طال الشباب، الذي شباب متدين خاصة، من أعمال تعذيب رهيبة. أنا كنت بشرت عدة ملفات في الدفاع على هؤلاء، وتحدثت عن حالات يعني تعذيب رهيب. إيه أشكال الحالات اللي شفتها في التعذيب؟ اضرب لنا مثال بحالة أو حالتين. تعذيب، هناك تعذيب يعني يحمل الشخص من رجليه، يعلق في الهواء، يعلق ثم يجعل له إناء يعني بماء وسخ ويقع عملية التغطيس هذه، ثم يضرب على جميع أنحاء جسمه، يمنع من النوم، يبقى جالس على كرسي معناه أكثر من 24 ساعة، فهمتني؟ ويعني صعقات كهربائية. أنا حدث لي مرة، أنا زرت يعني سجين، في السجن يعني وقع يعني جلبه إلى مخفر أمن الدولة، وهناك يعني وقع تعذيبه، إلى أن أثر تعذيب كانت بادية على يعني ذراعه، ثم في بطنه كان هناك أثار صعقات كهربية. فأنا كان لي جهاز هاتف، وكان المفروض أني أتركه في في الإدارة عند الدخول، لكن أنا دخلت الجهاز الهاتف وصورت يعني أماكن التعذيب. فبعد تقريبا ربع ساعة 24 دقيقة يعني اقتحم الباب المكتب مدير السجن، وكان يحمل يعني شعار الدولة ونجمة، يعني رائد، كان برتبة رائد، ومعه ثلاث أعوان، وأخذوا مني الهاتف بالقوة يعني وقال اعتداء. كيف عرفوا أنك صورته؟ يعني هناك كاميرا خفية يعني. كاميرات، كل شيء كان مراقب. نعم، يعني المحامي ليس له الحق في السر المهني يعني. أنت ألقيت كلمة يوم 28 في المحامين، قلت إيه؟ أنا تحدثت على القمع والتعذيب، ثم تحدثت على الفساد
وكيف هذه العائلات أثرت، وفسرت أن أسباب استشراء القمع هو يعني استشراء الفساد أيضا، وهذه العائلات أصبحت خايفة. ثم تحدثت على موضوع التوريث اللي كان مطروح زمنها، أما التمديد لابن علي أو التوريث، يعني كان زوجته ولا صهره يعني بيجهزهم حتى يجهزهم. نعم، وتحدثت على الخطاب ده كان إلى حد ما يعني حاد شوي، يعني غير معتاد أن يتم تناول بن علي وزوجته. نعم، الآن أنتم يعني تخطيتم الحدود أو الخطوط الحمراء وتناولتم بن علي وزوجته. نعم، لكن احنا سبق لنا ان انا كان ديما كتاباتنا أنا نتحدث، انا بقصد هنا في مظاهره، في مظاهره طبعا. كانت المره التجمع او يعني المره الاولى تكلمت مره. فاكر الهتافات اللي كنتوا بتهتفوا بها؟ يعني احنا الهتافات كانت بالاساس يعني هي ترديد للهتافات اللي صدت عن جماهير، مثل الشغل الاستحقاقي عصابه السراق الحرية. ناديتم بسقوط النظام في هذا اليوم صحيح؟ نعم، يعني الشعب يريد إسقاط النظام. نعم، خرجت المرة الأولى يوم 28. نعم، كان معنى كده أنكم دخلتوا في مفاصلة مع النظام. نعم، واعتبرتوا أن النظام خلاص لابد أن يسقط. يعني هي المظاهرات يعني من بدايتها كانت تشير إلى السلطة كعصابة سراق، يعني هي دعوة للإسقاط في الحقيقة. لكن كلها كانت في المدن الجنوبية، لا يوجد وسائل إعلام ولا تلفزيونات ولا غيرها. لا، كان هناك الإنترنت وكانت عدة عناصر من الشباب. كنتوا تعتمدوا بالدرجة الأولى على الفيسبوك والإنترنت. الفيسبوك نعم، ولعب دور كبير في الثورة التونسية. وكذلك قناة الجزيرة يعني كانت هي نفسها تنقل من الشباب هذا. أنت في مساء هذا اليوم تم اختطافك. نعم. بعد المظاهرة ما انتهت قررتوا تعملوا إيه؟ احنا كان مبرمج أن من الغد الهيئة الوطنية، لأن هذا جرى خارج إطار النقابة، نقابة المحامين. نعم، احنا بادرنا. النقابة دعت إلى تظاهرة تضامنية ليوم 29. كل ده مع سيدي بوزيد ومع مدن الجنوب. طبعا مع المدن الداخل، لأن يعني المدن الداخل انخرط المحامون في تلك المظاهرات هناك. نعم، في تالا وسوق القصرين وغيرها. نعم نعم، وانتم كنتم امتداد لهم يعني. طبعا، ونقلتم حدث المنطقه الى تونس. طبعا، وكنا باتصال بهم يعني. روحت انت يوم 28؟ نعم. ماذا حدث بعدها؟ يعني قبيل المغرب، صلاه المغرب، انا يعني منزلي امام مسجد، لاحظت المكان خالي. يعني في العاده كان تتقاطر السيارات شيئا فشيئا على المكان، وهناك حركه تبدا هناك. لاحظت المكان فارغ يعني. فرن الجرس، يعني خرج ولدي يعني قال له احنا يعني هناك حدث تسببنا فيه، مع صدمنا بسياره والدك، فالمطلوب انك يعني ان ياتي لاجراء معاينه. حتى صدموا السيارة تحت في الشارع يعني؟ أي في الشارع، يعني كانت كذبة إخراج يعني، حتى أنزل أنا من المنزل. فلما نزلت يعني فهمت، قيل لي أنهم يعني أن السيارة وقع يعني كسر هذه المرآة العكسة الجانبية، فهو كان يريد استدراجي، لأن كانت هناك سيارة أبوابها مفتوحة حتى يأخذوني و يرموا بي اختطاف داخل. نعم، فأنا لم أجاريه يعني في خطوته، بقيت على مسافة أتثبت في الأمر، لأني كنت ديما محل مراقبة، أنا كان ديما يعني محل مراقبة وتعاقب. فلما رفضت التقدم هم هجموا علي سبعة أنفار. سبعة أي. فقاومت، لأنهم انتزعوا أدباشي بك المقاومة، انتزعوا ملابسه وجروني في القاعة، حدث لي جروح في كتفي وضربوني ما كانش في حد في الشارع؟ ما كان حد، هما عاملين عملية اختطاف منظمة، لأنهم سدوا المنافذ، منعوا الناس أن تدخل. منعوا، قلت لك أنا مع يعني صلاة المغرب قربت وما كانش ثم حد في الشارع، ولا حد، ولا ابنك نزل معك ولا حد شارع. لا، ابني نزل معي. فتدخل في المعركة ابنك هذا اللي معك؟ نعم. هو ضربوه حتى أغمي عليه. فنزل الابن الثاني فضربوه بالبومبا غاز
الغاز هذا المشل. الغاز اللي بيشل. نعم. وأنا قومت ما استطعت، لكن أخذوني لسيارة ثانية. ما صرخت، ما زعقت، ما حدش جه من الجيران من الناس؟ لا، الناس كانت حتى كتصرخ ما لا يبيتون، كان جو جو مرعب يعني. وهما خلاو يعني سيارة في الوسط، سيارة الأمام والسيارة الوراء، كانوا في كل الحالات يعني إما أن يكون قريب من أحد السيارتين التي سيتم خطفي. ده في زميل لك آخر خطف أيضا؟ لا، من أمام مكتبه؟ لم يخطفوا، طلبوا منهم ورفقتهم رفقة. نعم. ليه ما قبضوش عليك بشكل عادي؟ ما بقبضوا على أي حد؟ والله لي تقديرهم هو، لأن أنا تلقيت عدة مكالمات بالتهديد بالقتل قبلها، تصفية وتصفية وخطف أبنائي وغيره. فيبدو أنه متى جاءتك المكالمات؟ هذا من 2005. من قديم يعني. نعم. يعني أنت تحت التهديد والتعقب. نعم. ليس الآن يعني. نعم. وبالذات الخمس سنوات الأخيرة. نعم. بسبب إيه؟ بسبب كتاباتي ونشاطي وفتحي لهم، لأن أنا أعمل في مجال الحقوق، وكنت أنشر على يعني التعذيب وعلى حالات تعذيب رهيبة. يعني أنا مجموعة سليمان يعني أوتي بهم كما يأتون بمجموعة غوانتانامو. مجموعة مين؟ غوانتانامو. مين اللي قم بهم؟ يعني الفرقة خاصة في السجن. يعني كومندوس بمجموعة هؤلاء المتدينين الذين نسب إليهم أنهم قاموا بعمل مسلح في ضحية سليمان. متى؟ 2006، بداية 2007. كيف أتي بهم كما أتي؟ هؤلاء أتي بهم يعني يحملون زي شبيه بزي غوانتانامو، لكنه أزرق. لكنه لونه أزرق فقط. وكانوا يأتون بهم يجرونهم جر، لأنهم يعني وضعين لهم القيد. أنت كنت محاميهم؟ أنا محاميهم. كم واحد كان؟ يعني هناك يعني قلة الذين ينوبون في هذه القضايا. 10-20؟ يعني لا، أقل من 10 أتصور. كانت تهمتهم إيه؟ تهمتهم الاعتداء على أمن الدولة. التهم دعوة السكان، حمل السلاح بعضهم ضد بعض، أكل الشيهات المحفوظة. ماذا فعلوا فيهم؟ هذم عذبوا تعذيب شنيع فظيع، كانت أثار تعذيب بادية في عدة أعضائهم، يعني من إيديهم ورجليهم، وكانوا يؤتى بهم والحارس وضع يده على رقبتهم ورأسه مطأطأ إلى الأرض. وأنت محاميهم وتشاهد هذا المنظر؟ نعم، أحتاج، لكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ وأنا تحملت من أجل ذلك العقاب وانتقام. اختطفوك يوم 28. نعم. مساء. نعم. أين ذهبوا بك؟ ووضعوني في السيارة، ثم وضع ركبته على وجهي وغطاني، فهمتي؟ وقالوا يا فرجاني اطلع للجبل. فرجاني ده السائق؟ ممكن اسم مستعار، الله أعلم. للسائق، يتوجه للسائق. اطلع للجبل. اطلع للجبل. وكانوا أربعة. أنت في أي حي من أحياء تونس تسكن؟ أنا في ضاحية منوبة. بينها وبين الجبل قد إيه؟ يعني الجبال كانت بعيدة شوية. مش جبل، مش جبل مقصود يعني، مش منطقة الجبل. لا لا لا، الجبل يعني كلمة سرية. مشوا بك قد إيه؟ حوالي ساعة إلا ربع. ضربوك في السيارة؟ ضربوني حتى أغمي علي. فقدت الوعي. نعم. ثم كنت أنا حافي القدمين، وكنت بملابس داخلية، كان مزقوا ملابسك الأخرى. طبعا في المواجهة مزق، لأن في ديسمبر في قمة البرد. في قمة البرد. ثم دخلوا بي في مكان مظلم، وضعوني في قاعة باردة، وأنا بقيت على يعني مقعد هناك، مقعد. كنت مغمى ولا مفتح؟ لا، وضعوا لي نفس كيس على راسه، نفس المعاملة متاع غوانتانامو. دي كاس أمريكية. نعم. ثم أدخلوني إلى مكتب، ويعني أتوا لي بكرسي، ثم قال لي توجه نحو الحائط يعني. ثم لما جاء هذا المكلف أنه يبحثني، يستنطقني، المحقق أتى
وكان يلبس زي مدني يعني. وأنا أنت خلاص كشفوا منك ال... آه كشفوا مني، فسألني ما اسمك وماذا ما هو مضمون الخطاب الذي ألقيته؟ فقلت ألقيته في الصباح. يعني هنا اتضح ليك أن جزء رئيسي من اختطافك والخطاب اللي ألقيته في الصباح. لكن أنت لم تخطب وحدك، كثيرين خطبوا. أنا تصورت أن موقع إيقاف جميع الذين أنت تخيلت أنك أنت واحد من مجموعة. نعم. فقلت له أنت من أنت؟ قال لي لا، ليس لك أن تعرف ماذا. قلت له وأين موجود الآن؟ أنا لا أعرف المكان. قال لي كذلك نفس الجواب. قلت له أنا لا أعرف اسمه. ماذا قال لك؟ معلش وضح لنا. يعني هو جاء يطلب، يعني مفروض أنه يكتب محضر بحث، محضر تحقيق يستنطق. نعم محضر تحقيق. لكن اللي أنا قبل ما نجاوب باعتباري محامي لازم نعرف صفة الشخص اللي يستجوبني. من هو؟ فسألته عن هويته، قال لي لا ليس لك أن تعلم من أنا. قلت له وأنت كواحد محامي يعني دخلت عشرات أماكن التحقيق طول الثلاثين سنة اللي فاتت أو أكثر، ما عرفتش أنت فين؟ المكان كان جديد خالص عليك؟ لم أعرفه، لم أتعرف عليه المكان. وما خمنتش يكون واخدينك أي جهاز، أي منطقة، أي مكان تحقيق؟ لا كانوا يتكلموا وأنت في السيارة أي كلام استطعت أن تخمن منهم؟ دول يتبعوا أي جهاز أمني؟ نتصور الأمن السياسي يعني. ما أنتوا عندكم 100 أمن سياسي، كل الأمن عندكم سياسي، عندكم أمن مش سياسي. يعني فرقة خاصة، هذه فرقة خاصة أكيد. ممكن تكون في حاجة خاصة تتبع الرئاسة مثلا غير الأمن اللي بيتبع الداخلية؟ أو نتصور تبع الرئاسة مباشرة، يتبعوا الرئاسة مباشرة. لأن أنا لما سرقت حقائبي في فرنسا من المخابرات التونسية عرفت أن عملية السرقة والترتيب كله لم يتم من الأمن العادي وإنما من الأمن الرئاسي. قالوا لي في قطاع خاص في الأمن الرئاسي. هذو متابعين الرئاسة مباشرة، أمن الدولة في تونس كان تبع الرئاسة مباشرة. نعم. أنت الآن قاعد المحقق قلت له أنت مين؟ قال لك لن أخبرك. أنا فين؟ قال لك لن أخبرك. ماذا قلت؟ بقي في مونولوج هو، لأني رفضت الجواب. قلت أنا إذن أنا لا أجيبك. بدأ مونولوج، هذه الدولة ناجحة وتوفر الرواتب لموظفيها، ويضرب يعني بالجمعة متاعه على الطاولة. كانت هناك مكتب يعني هناك. عمره كان كم؟ أصغر مني يعني، كان عمره حوالي 50 سنة. ثم يتهدد احنا قادرين ان نقتلك، قادرين نصفيك، نفجر لك السيارة الى اخره. لا انا عايز اعرف الى اخره دي. الى اخره يعني هناك بذاءة ويعني كلام خارج. استمر قد ايه في هذا المونولوج كما ستسمى؟ هو مونولوج تكرر 3 أو 4 مرات، يمشي يخرج ثم ياتي. وكنت سمعته يصيح على محامي آخر الذي ذكرته، زميلي هذا الذي جاء به أيضا. نعم. فكنت يعني أخذوه لنفس المكان. أسمع صياحه في مكتب آخر يعني. يعني أخذوه إلى نفس المكان. إيه نعم. أنتوا كده 2 محامين، واحد قبضوا عليه من أمام مكتبه وأنت اختطفوك من أمام بيتك. نعم. كان نفس الشخص بيصيح عليه. نعم. سمعته بيقول إيه؟ سمعته يعني يتحدث أنه الدولة وفرت أو لم تمانع في أنه يعمل وإلى آخره، كلام من هذا القبيل يعني. فهمتني؟ ويعني نوع. استمرت قد إيه في هذا التحقيق؟ التحقيق على مراحل قلت لك، يعني يتكرر السيناريو، يعني المشهد يتكرر 3 أو 4 مرات. ثم حملوني إلى مكتب فوجدت يعني محضر جاهز مكتوب توقع عليه. فقال لي توقع. قلت له أوقع. كان مكتوب فيه إيه؟ قريته؟ قريتوش يعني، بقيت أنا على مسافة حوالي 3 أمتار منه. قلت له لا أوقع، أنا غير مستعد لأوقع على أي شيء. عادة من خلال خبرتك بيبقوا كاتبين إيه في المحاضر دي؟ يعني نتصور أنهم كانوا ينوون يعني إحالتي على المحكمة من أجل الثلب و توجيه تهمة مجهزة. نعم. حينما رفضت التوقيع ماذا حدث؟ يعني أرجعوني إلى المكان اللي كنت فيه يعني، وأنا حافي القدمين على كرسي في بقيت في ملابس داخلية. بقيت إلى متى؟ ساعة متقدمة من الليل.
ثم أوتي بزميلي وطلبوا منا أن ننام على يعني حاشية على الأرض ونمنا. نمتوا أنتوا الاثنين مع بعض؟ يعني نمنا. كلمتوا مع بعض؟ كملنا نعم نعم. قلنا ماذا قال لك هو؟ قال لي هذه المكان يسمى الجورجاني. الإيه؟ الجورجاني. إيه الجورجاني ده؟ الجورجاني مخفر كبير معروف وقفوا فيه، أنا لا أعرف. في أي منطقة؟ هذا في يعني قريب من العاصمة جدا، يعني هو في قريب من حي مونفلري. يعني هذا مكان للتوقيف السياسي ولا مكان؟ هو عادة هذا للحق العام. للحق العام. نعم. يعني اللي هو الجرائم العادية. نعم. لكن جابوكوا للمكان ده. يعني أنا أتصور أنه الشخص اللي خاطر بقيت أنتظر حتى جاء الشخص المكلف بالتحقيق، يعني أنا أداء من غير المغفر، لا يعمل به ذلك المغفر. آه اللي هو الشخص اللي جه. لأن المكتبين الذين كانوا في كانوا مشغولين بضباط آخرين، يعني ليس له مكتب، يعني مكتب خاص به. يعني هو واحد أنتوا جابوكوا للمكان ده، لكن المكان ده لا يتبع الأمن السياسي. أي لا يتبع الأمن. وده جه من المكان حقق معاكم هنا. نعم. نمتوا أنتوا الاثنين. نعم. بقيت نمتوا للصبح؟ يعني شبه نيام طبعا، احنا يعني كان حالة برد. ثم يعني صباح بكرا جاء الشخص هذا وقال لي أنت ستعود إلى بيتك. وطبعا هما جاءوا بالسيارة، يعني غلقوا بها هذا الممر حتى لا أعرف أنا أين كنت، وحملت في تلك السيارة. نفس اللي خطفتك؟ لا، سيارة أخرى. سيارة أخرى فيها صندوق خلفي، يعني بابين. يعني زي سيارات السجن يعني؟ لا صغيرة. أنت وزميلك ولا أنت لوحدك؟ أنا وحدي. خدوك في السيارة؟ نعم. ورموك قدام البيت؟ رموني قدام البيت بس، فتحوا الباب وانزل وخلاص. بذاعتكم ردت إليكم. رجعت الساعة كام تقريبا؟ يعني كان النهار لم ينبلج، يعني الصبح، قبل الصبح بقليل. ولادك عملوا ايه لما شافوك؟ يعني طبعا فرحوا، يعني وانا كنت كلمت زملائك قلت لهم انك افرج عنك؟ طبعا تهترت المكالمات، ويعني كنت انا عندي احمل جرح تقيح في كتفي. فمشيت يعني استحميت يعني ولبست دبشي ورجعت للمحكمة وشاركت في التظاهرة. ونظمنا يعني تظاهرة جديدة، وتحدثت للزملاء ما حصل لي وطلبت منهم مواصلة النضال. بقيتم أنتم المحامين في تظاهرات مستمرة. نعم. لكن يعني كان ليكم مظاهرة كبيرة بعد يوم 28، كانت يوم 10 صباحا. نعم. كانت يوم 10 صباحا. نعم. أنتوا الآن النقابة دخلت معكم على الخط وبدأ عدد المحامين يكبر. نعم. وقررت الدخول في مواجهة لا نهائية مع النظام. أي نعم. هذه فترة الملاحظ فيها هي أنه بدأ الشهداء يتساقطون يعني بالعشرات. الفترة من 8 ل 12 كانت ثلاثة تقييم، من ثلاثة جانفي، ثلاثة جانفي كانت المظاهرات هنا في تونس. أي. وبدأ الشهداء يتساقطوا سواء في تونس أو في المناطق الأخرى الداخلية. نعم. ودي أدت إلى أنكم تصعدوا. طبعا طبعا. هذا الدور اللي المحامين لعبوه في تصعيد طبعا مع الاتحاد التونسي العام للشغل. تأثيره ايه على وصول الامر الى المواجهة الاخيرة يوم 14؟ دور المحامين طبعا هو كان وجودهم بالعباءة السوداء هذه وسط الشوارع ويهتفون ويكررون نفس الشعارات وينودون، كانوا يصيحون من شعارات بن علي جبان المحامي لا يهان، ثم كرروا أن التونسي لا يهان بن علي جبان. فهذه يعني كانت إعلان على يعني تمرد وقطيعة مع النظام، قطيعة نهائية مع النظام. خطاب بن علي الثاني يوم 10. نعم. تأثيره إيه عليكم؟ يعني إحنا ردينا بتظاهرة يعني. نفس شيء يعني أحسسنا أنه يريد الالتفاف على الثورة وكسب الوقت لنشن فيما بعد يعني عملية قمع كبيرة. بعد هذا الخطاب أخذ منحى المسيرات والتظاهرات في العاصمة تونس يأخذ شكلا آخر تقريبا إلى يوم 14 في صفاقس، خاصة مدينة صفاقس. وقت مظاهرة صفاقس كانت يوم 12. كانت مظاهرة كبيرة جدا، لعبت دور كبير في تحفيز الناس. طبعا كان
كان الإعلام لعب دور كبير هنا، خاصة الإعلام المرئي يعني كان ساهم بشكل كبير في تحشيد الناس وفي أن الناس جرؤوهم على النظام. لأن أنت كنت تتوقع أن ابن علي سيسقط؟ أنا؟ آه طبعا. كيف توقعت يعني أن ابن علي سيسقط وهو كان في عنفوانه؟ لم يكن في عنفوانه، أنا كتبت هذا في مقال يوم نشر يوم 25، قلت النظام يدخل مرحلة عدم استقرار المدينة بنهايته. بن علي يسقط طبعا، لأن كما شرحت لك يعني بن علي يعني لم يكن له هامش مناورة. إذا كان بن علي يتوقف على القمع لسنة واحدة يسقط فيها. الآن يوم 14 تمت الدعوة إلى الإضراب العام، تمت الدعوة إلى الحشود سواء من الاتحاد التونسي للشغل أو من المحامين أو من النقابات المختلفة الأخرى، وقرر الجميع أن يكون يوم الجمعة 14 هو يوم غضب عام في تونس. احكي لي أحداث يوم 14 كما عشتها أنت إلى خبر هروب بن علي من تونس. أنا توجهت صباحا إلى قصر العدالة، هي هذه المحكمة الكبيرة في تونس في العاصمة في شارع باب مداد. فطبعا احنا نلتقي المحامين وقررنا، وجدنا ان كذلك كتبت المحاكم كانوا في، لانهم نقابتهم يعني جندتهم، و يعني نظموا يعني جلسة عامة وتداولوا على اخذ الكلمة. فاحنا نفس الشيء محامين يعني تداولنا على اخذ الكلمة وقلنا لابد ان اليوم نعطي الرد، ردنا لبن علي الذي تحدث في خطابه على مسألة الكرتوش، كرتوش الحي يسميه يعني الرصاص. هذا خطاب يوم 13 الأخير. يوم الأخير. ونحمل المسؤولين أنه هو يريد أن يتنصل من المسؤولية. فدعونا إلى النزول للتظاهر وسط الشارع الكبير، شارع بورقيبة في العاصمة. وتقدمنا شيئا فشيئا، فوجدنا يعني النقابين في حدود الكنيسه، الكنيسه الموجوده في شارع بورقيبة، الكاتدرائيه الموجوده امام السفاره الفرنسيه. فالمحامين هم اللي بادروا للذهاب الى وزاره الداخليه باعتبارها رمز القمع. فتقدمنا ونحن كنا نحمل العباءة السوداء. توقعت ان تدخلوا في صدام؟ كان موجود جهاز مقاومة الشغب بوب، لكن تركتم إلى الساعة الثانية تقريبا دون أن أي، لكن تجمعنا ثم تقاتل الناس بشكل، جاء الطلبة وجاء عدد مناضلين المجتمع المدني وغيره. أعتقدت أن هذا اليوم وهذا الحشد يمكن أن يؤذن بنهاية هذا النظام يعني المتغطرس الأمني المستبد؟ احنا يعني تبادلنا آراء وقلنا من اقترح أن نواصل المسيرة في طريق، كان هناك طريق يعني أمامنا ويسمى طريق حلق الواد، أن وهو يوصل إلى يفضي إلى القصر الرئاسي. قلنا نواصل هل 100,000 حواليهم، أن ندعوهم إلى السير والذهاب إلى قرطاج وأنا نقتحم قصر طريق قرطاج. طويل من حلق الواد إلى القصر. أي طبعا هو هذا اللي خلى الأمور غير عملية، تتردد لأنه ما كانش عملية. الساعة الثانية حينما أطلق الغاز ودخلتم في مواجهات مع الشرطة. نعم. بدأ الناس يتفرقوا. أي تفرقت الناس لأنهم هم استعملوا الغاز، وكان غاز يعني مؤذي جدا، مؤذي جدا يعني. ليس الغاز المسيل للدموع العادي. لا 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 يسيل الدموع، يخنق. هناك حالات يعني أنت موت أثر استنشاق هذا الغاز. ف يعني تفرقنا، فكان لي زميلين قالوا لي لابد نصطحبك أنت مستهدف وهنا قناصة فوق السطوح. فأخذت سيارة وحملت الشخص هذا، قلت له أنت أردت أن تحميني فأنا أحميك، لأنه ما كانش هناك مواصلات. فكنا مرين أمام مصنع التبغ، فوجدنا الناس تنهب المستودع وسجاير شباب وبنات وكهول. نسبة التدخين عالية في تونس. اي لا للبيع يبيعوه. فحاملين يعني فهمتني صناديق يعني كبيرة من التبر. هذا اليوم حدث فيه نهب كبير جدا. هذا اليوم طبعا. وأوصلت إلى ضاحية اسمها ضاحية الزهرة ورجعت دراجي.
رجعت البيت. رجعت البيت نعم. متى علمت بخبر هروب بن علي؟ طبعا احنا دوب ما نوصل البيت يعني نفتح جميع الاجهزه يعني الجزيره العربيه الجزيره فهمتني. ف الى ان سمعنا بالهاتف ايضا اتصالات كانوا يقولوا ان هناك دبابات يعني تزحف على العاصمه فهمت ان العسكر هناك حركه انقلاب للجيش. ثم الى ان اتى الخبر بان ابن علي امتد طائرته وهو في السماء ويبحث عن ما الذي مثله هذا الامر بالنسبه اليك؟ يعني انتصار كبير. لكن انا لاحظت شيء، مثلا المصريين لما قيل ان مبارك يعني خلع الناس نزلت في الشوارع، التوانسه خافوا ينزلوا في الشوارع. التوانسه يعني يوم هروب بن علي يعني كان يوم تقتيل كبير، يعني ماتوا فيه عده، كانت السيارات وسيارات مدنيه يعني تحمل، ليست سياره لا تحمل شاره الشرطه، وقع فيها قتل عده للناس. الناس نعم. كانت تطلق الرصاص على نعم. الناس نعم. فالناس كانوا يخافوا ان كانوا يخافون. وانا بشرت عده قضايا قتل وقتها يوم 14 يوم 14 اصلا من اهالي الضحايا. نعم. ايش الشيء العالق في ذهنك اللي يعني لن تنساه من الثوره؟ لن انساه يعني مضى التجمع لمئة ألف تقريبا شخص وهم يهتفون ارحل دجاج دجاج ارحل، والشعب يريد اسقاط النظام. هذه تبقى نمت في اليوم ده؟ لا اذكر. حسيت بايه؟ ان الرجل هذا الرجل الذي ظل يظلم الشعب 23 سنة فر الان هارب. بجبنه؟ حسيت انه ممكن يرجع مرة ثانية؟ لا اتصور. لا اتصور ان تونس ستحكم من طرف جبناء. تونس لن يستطيع جبان في المستقبل ان يحكمها. تقريبا مر ما يقرب من سنه على هذا المشهد، اجريته من انتخابات، انت الان عضو في المجلس التاسيسي. نعم. تخيلت المشهد السوريالي هذا كما يقال ان يحدث في خلال هذه الفتره؟ لم اتخيله يوما. تخيلت ان ياتي انا ابلغ المرزوقي وهو مطارد ليصبح هو الرئيس ويطرد بن علي؟ تخيلت أن يأتي رئيس الحكومة من السجن إلى الحكومة؟ لم أتخيل ذلك. لم أتخيل ذلك. يعني هي الحقيقة يعني ما نعيشه اليوم يعني شيء لا يفسر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. أنت من سنة 73 1973 إلى يناير 2011 وأنت بين السجون والمعتقلات، إما مسجون وإما بتدافع عن ناس مسجونين. في الحقيقة يعني هذا كان الفضاء الذي عشت فيه، وأتمنى أن أجد الوقت يوما ما أن أكتب مذكراتي، لأن هناك عدة حقائق عدة مواقف لابد أن تسجل. دور القضاء المخزي في تونس كان دور متواضع، كان يعني من أساطين النظام، ثم انهيار النخبة وتعهورها من أجل المادة ومساهمتها في تخريب هذا المجتمع وتخريب القيم نتاعه وأخلاقه في تونس. يعني الآن علينا أن نعيد بناء يعني المعنوي في تونس، بناء القيم ومعالجة الأزمة الأخلاقية، ولذلك هذا يفسر كل ظهور التيارات الدينية بجميع فرقها، لأن وجدت المناخ الأرضية لتجيب على حاجة. ولذلك القضية ليست قضية تيارات رجعي وتقدمي، هذا المجتمع دمر بناؤه المعنوي. أنت نفسك تشوف تونس شكلها إيه؟ تونس الحر طبعا. تونس انا
الآن أرى أن تونس يعني واخذة طريقها إلى الحرية وإلى البناء، والبناء من الداخل وليس يعني بناء المزروع من الخارج. هل يمكن أن يحكم تونس ديكتاتور بعد ذلك؟ لا يمكن، لا أتصور ذلك، لا يمكن. كيف يمكن لهؤلاء الناس الذين حصلوا على حريتهم بالدماء أن يحافظوا على تلك الحرية وأن يبنوها وأن يعيدوا بلدهم إلى الواجهة من جديد؟ يجب أن أولا يعرفوا ماذا جرى، من حكمهم. نحن حكمنا بوكالة مدة 53 أكثر من 50 سنة، لم يكن تكون القرارات تخرج من تونس. نحن نريد الآن أن الخيارات الأساسية تخرج من قصر قرطاج وليس من دوائر أخرى. يعني أنت تعتبر تونس كانت محتلة طوال الفترة طبعا الماضية؟ طبعا، كان شكل يعني جديد. تونس حررت فعليا يوم 14 يناير؟ طبعا طبعا، لا شك في ذلك. لم تحرر في العام 56، هي تصفية القواعد العسكرية، لكن الاحتلال بقي بمفاهيمه، بقي بأساليبه، بقي بعقيدته، عقيدة الأمن، عقيدة الاستعمار نفسه. الآن مطروح علينا أن نعيد عقيدة الأمن في تونس حتى يصبح أمن المواطن وليس أمن جهاز الدولة أو إدارة، ولا لم تكن في يوم ما دولة. أستاذ عبد الرؤوف العياد، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الشهادة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. حتى ألقاكم في حلقة قادمة مع شاهد جديد على الثورة، هذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.